راح يصير عند هذا المدمن ما يعرف بأعراض الانسحاب، اللي هي مجموعة من الأعراض المصاحبة للإقلاع عن الإدمان، ممكن يكون الكحول أو حتى المخدرات، واللي يعاني منها الشخص اللي يحاول الامتناع عن المادة المدمنة. وتكون أعراض الانسحاب ملازمة للشخص بداية فترة علاج الإدمان، وهي الفترة الأصعب اللي يمر بها المريض، وهذا لصعوبة تكيف الجسم من جديد مع غياب تأثير الكحول أو حتى المخدرات، ولتتسبب حدتها بالإزعاج والتأثير النفسي وحتى الجسدي، واللي ببعض الأحيان تكون السبب وراء انتكاس المدمن وحتى تراجعه عن قرار التخلي عن الإدمان وضعفه ورجوعه لتناول الكحول أو الأدوية المخدرة بشكل عام. ويمكن للمدمن التعافي بعد مرور الفترة المصاحبة لأعراض الانسحاب وعدم الشعور بالحاجة الملحة للمواد اللي كان يدمنها، وهي عبارة عن فترة حساسة يحتاج خلالها المدمن للدعم النفسي والرعاية الصحية من المختصين بعلاج الإدمان، كمان المصحات ومراكز إعادة التأهيل، وبعض الأحيان لرعاية فرق طبية مختصة بعلاج الإدمان. وتختلف الأعراض اللي يعاني منها المدمن خلال فترة الانسحاب باختلاف المادة اللي يدمنها، سواء كانت الكحول أو حتى المهدئات أو المهلوسات أو المنبهات بشكل عام، فلكل واحد من عندها مدة مختلفة عن الأخرى لظهور أعراض الانسحاب وحتى فترة استمرارها وذروتها، واللي هي أيضاً تختلف عن مادة لأخرى ومن شخص لآخر. وتشمل هاي الأعراض زيادة الحساسية للألم، التهيج، عدم الاستقرار العاطفي، القلق، الاكتئاب، الأرق، حتى التعرق والهبات الساخنة، آلام الجسم والصداع اللي هي تشبه أعراض الإنفلونزا، وفقدان الشهية أو زيادة الشهية، ضعف بالتركيز، خفقان القلب وانقباضاته، وحتى التقيؤ والغثيان وضيق الصدر وصعوبة التنفس، وحتى مشاكل بالجهاز الهضمي مثل الإسهال، ومشاكل بالجسم بشكل عام مثل ارتفاع ضغط الدم وعدم وضوح الرؤية وتقلصات المعدة، الرعشة، الهلوسة والنوبات والشد العضلي والهذيان وحتى الجلطات القلبية أو الدماغية.